وي وي 100 درهم 100 درهم اخويا لقيت فيها 100 درهم انايا. اللهم بارك في الصحه الاخوان. غادي نخدع التليفون هذا راه كيلقى فيه الفلوس. اش كدير اخو سعيد؟ اخويا كنحل التليفون هذا قال لي في واحد الاخ لقى فيها 50 درهم ونحلوه حتى حنا الله نلقاو فيها شي 50 درهم اخويا. اجا اخويا اجي قرب 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 شوف اخويا تبارك الله اللهم بارك اكثر تليفون تباع عندنا هذا الاسبوع اكثر هاتف تباع عندنا هذا الاسبوع هو هذا السي 53 سي 53 اللي جا كيقضي غرض انت اخويا اللهم بارك التليفون ديالنا ها هو ما كاين والو اخويا داكشي ديال سوسام ما كاين والو اخويا ياك ما كاين والو انت اخويا بورشيت ديالو اوريجينال ها هي ما كاين والو ياك تعقل على شي رقم هنايا انت اخويا ما كاين والو التليفون ديالنا شوف اللون شوف اللون اللهم بارك شوف شو التليفون كي داير شو التليفون اللي داير ضجه في السوق هو هذا ها انت اخويا ها انت الشارجور ديالو 33 واط اللي كيدير 250 درهم حتى 300 درهم اوريجينال في السوق اللي كتعطي الشركه مع التليفون ما كاين والو ما كاين والو اخويا وي وي 100 درهم 100 درهم اخويا لقيت فيها 100 درهم انايا. اللهم بارك في الصحه الاخوان. غادي نخدع التليفون هذا راه كيلقى فيه الفلوس هذا لقيت فيه 100 درهم شتي 100 درهم اخويا الاخوان هذا غير واحد الفيديو واحد فيلم قصير هانتوما الاخوان كما كتشوفوا الشركه ديال ريلمي جات لنا التليفون اللي اكثر هاتف تباع هذا الاسبوع اللي هو الريلمي سي 53 128 جيجا 6 جيجا في الرام كتزاد فيه 6 جيجا اخرى الرام بلوس كيولي 12 جيجا في الرام فيه 50 ميجا بيكسل بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا هذا الفيديو 33 واط الشارج 90 هرتز الاخوان تليفون ناضي 50 ميجا بيكسل مع الشارجور 33 واط الشارج تليفون مزيان غير هو الكونتي تي ما كاينش الاخوان اليوم حاليا قسما بالله تلقيت 10 الحبات بالزيت غادي يدخل ان شاء الله حتى للخميس المهم هذا الشيء اللي كاين الاخوان دابا حاليا راه هذا الشيء اللي لقينا دابا في هذه العشيه جبنا التليفون الاخوان الثمن ديالو كيبقى 1499 درهم ما كاين 1450 ولا هكذوب راه 20000 واحد كتعيط ليه في التليفون اليوم كيقول لنا واش عندكم السي 53 كنقول لهم 1500 كيقول لك اودي فيه اعلان راه كنعيطوا لفلان ما كاين والو كيقول لهم ما عنديش خويا بغيتي تخدم جيب كونتي تي صاحبي جيب كونتي تي وتيح السوق بيع ما عندك والو ما تخسرش السوق علاش كتخسر السوق علاش كتخسر السوق ما عندك والو ما تخسرش السوق هادشي كان اخوان في هذا الفيديو مرحبا بكم.